حبيبي يا غالي بعيد عني يا عمري اللي راح مني منايا الوحيد اني هطمن عليه ازيك حبيبي ازيك وعامل ايه ما بسمعش صوتك ليه فين اللي تعهدنا عليه انا وانت وعيني قلنا مهما الزمان بعدنا حبنا لازم يعيش قلنا مهما الزمان بعدنا افتكرني ما تنسانيش قلنا مهما الزمان بعدنا حبنا لازم يعيش قلنا مهما الزمان بعدنا افتكرني ما تنسانيش حتى لو انت نسيت عيني مش هنساك يا حبيبي لو ما سألتش انت علي انا هسأل يا حبيبي. رجعنا مرة تانية واكيد فقرات البرنامج بتبقى فيها مواضيع كتير قوي، حاولت حفلات على قد ما اقدر يمين وشمال، لكن في بعض اصدقائنا الحقيقة بيزعلوا مننا ما بنقولش حفلاتهم. يعني هو احنا حسين شمع رئيس تحرير، ومعنا سيد عمر في التصوير الفوتوغرافي، واسلام نصر ومدير التحرير عبد العزيز حمدي. مش هنقدر نروح كل مكان في الدنيا، اكيد بنحاول على قد ما نقدر. وعايز اقول الفنانه جواهر كانت في الخرطوم، ازاي انسى اقول حاجه زي دي؟ انا عارف بيتفرجوا عليا دلوقتي عشان بعتوا لي مسج، المره الجايه نروح الخرطوم. دلوقتي ميعادنا بقى مع فقره ليها دعوه بفنان زي ما قلت لكم كده. هو النهارده تقريبا جايب لنا هديه كده، في ناس عايز اقول لكم يعني من كتر ما طلبتها مني عملت لي مشكله على النت، بيبعتوا لي حاجات كده. المهم انك تبقى اخو او ابن فنان، ده عائق ولا مفيد؟ انا مش قادر احكمها، لان فجاه اقول مفيد انه عرفني على الناس في عمل زي ما شفناه دلوقتي ازيك حبيبي مع الفنان مصطفى كامل. طيب بيعوك في ايه؟ بيعوك ان الناس تحسبك عليه؟ طب انا عايز اروح لوحدي في منطقه تانية. ده اول سؤال اساله وانا برحب باحمد كامل. منورني يا احمد. ازيك يا ابو احمد؟ ازيك؟ عامل ايه؟ منورني. الحمد لله. انت اخبارك؟ انا كويس الحمد لله. كل سنه وانت طيب، واسمح لي الاول اقول لكل مصر كل سنه وانتم طيبين بعام 2012، واهني اخواننا المسيحيين واقول لهم كل سنه وانتم طيبين بعيدكم، اللي كتير منهم اخواتي وحبايبي واخواتي الكبار واصدقائي. انا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. احنا متداخلين مع بعض، مفيش حاجه اسمها هم واحنا، على فكره احنا عايشين كده طول عمرنا. بس دلوقتي بنتك على الحته دي عشان نوضحها لناس كتير مش فاهمه ده تقريبا، او بتعمل مش فاهمه، فاحنا بنحاول نوضح ده. بس احمد السؤال اللي عايز اساله لك بشكل مباشر قبل ما اساله لك، هو انت قاعد مرتبك وانت معايا؟ ده انت اخويا وصاحبي وحبيبي. مرتبك لان انا كنت بتفرج عليك قبل ما اطلع هوا، وقاعد بره بشوف. انا حتى قلت لك قبل ما ندخل هوا، قلت لك رغم ان انا عارف انك حبيبي حبيبي واكيد الحلقه هتبقى لطيفه باذن الله، ومع ذلك قلبي كان بيترعش. بس انت ما عندكش حاجه يا احمد، والله لو عندك حاجه ما بخبي حاجه. لا هقولها. لا بخاف منك، قلت جايز يكون في حاجه كده انا ما اعرفهاش احمد عبد العزيز عارفها. بس بعرف حاجات زياده وده يعمل مشكله. يا رب ما يكونش في حاجه. لا تمام يا رب. اهلي مصر القديمه ناس زي الفل. السؤال اللي عايز اساله لك وانا عمال اقوله كل شويه، انك تبقى قريب فنان مشهور او نجم، اي نوع من القرابه اللي هي القريبه قوي، اخوك، والدك، اي حاجه من الكلام ده، شايفها ايجابيه ولا سلبيه؟ هقول لك يا احمد، في ناس بتاخدها يعني كل حد بياخدها بفكره هو. بالنسبه لي انا يمكن شويه كانت سلبيه. لان انا خفت كتير من ان الناس يعني تحسب نجاحي او اي حاجه او يعني ان يكون بتقدم او بكبر ولا حاجه، ان ده يتنسب لمصطفى انه عشان اخو مصطفى كامل. وسمعتها دي خلتني بجد ارجع ورا. يعني ارجع واقول للناس لا خليكم انتوا في الساحه وانا بعيد، عشان بس ما احطش مصطفى في حته ان انت طلعت اخوك بالعافيه، او ان انت عشان احمد كامل اخوك فانت بعدت عن الحته دي. ومش زعلان، انا مش زعلان يعني. طب ده بيتعارض مع حاجة، أغنية ازيك حبيبي دي لما نزلت هي عملت معاك خبطة، مش هقول مع مصطفى، هي نجحت ليكوا انتوا الاتنين، فده نجاح في مدرسة مصطفى. الحمد لله. في حتته دي، أنت شايف إن أنت في منطقة مصطفى غنائياً؟ لا إحنا مختلفين على فكرة. ها؟ يعني حتى في أصواتنا إحنا مختلفين، والحمد لله. يمكن إحنا في بدايتي كانت الناس ما بتعرفش تفرقنا من بعض. دلوقتي لا خلاص، بقت الموضوع بقى واضح معروف فين صوت احمد من مصطفى، بنعرف بيتفرق ده يعني. بيتفرق.
طيب مصطفى وجهة نظره هو شخصيا، وانا بتكلم معاه فيك انت يا احمد، قال لي احمد يقدر يبقى في حتة احسن مني كغنى، تمام. وقال لي ان مش ميتي انا ومدرستي، انا شايف احمد في حاجات تانية، ومثل لي بعض الشباب اللي بيغنوا في جيلك انت يعني، اللي ينفع يغني ده كويس قوي ويعرف يغني ده، اللي هي الشباب الستايل والحتة دي، انت تمام شايف وجهة نظره ايه؟ سليمة سليمة. سليمة، وكان يعني ده اتكلمنا فيه كتير، ويعني ان شاء الله البومي اللي احنا شغالين فيه رحنا للحتة دي. ويمكن اللي اخرني انا طبعا كان ليا فترة كده انا اتأخرت فيها بعد البومي الاول، دخلت الجيش وخلصت فاكر جيشي. الايام دي طبعا دي ايام مصطفى انت شايل، كنت عايشها اصل معانا. لا مصطفى كصديق ليا يعني شايفه شايل الهموم بتاعتك انت ومحمد على طول، بالذات محمد اللي مجننا. طبعا طبعا، وانا كنت قبل محمد بس الحمد لله ربنا هداني يعني. وبعد الجيش اشتغلنا، وانت طبعا عارف الانفلات الفني اللي احنا كنا فيه قبل الثورة مش بعد الثورة. اشتغلنا وكنت بحاول اقرب للاذواق اللي بتعجب الناس دلوقتي. انت عارف الموضوع اختلف يا احمد خالص. انا حبيت الشغلانة دي وانا جنب مصطفى وانا عيل صغير كده، قعدت اتفرج عليه وقعدت حبيت الشغلانه دي من معاشرتي ليه يعني. كنت عندي الهوايه واتدعمت بمعاشرتي، وانا قعدت مع مصطفى كتير في مكتبه وكنت بتفرج عليه وهو بيشتغل. وانا حبيت المهنه دي من جيل كان جيل محترم من الفنانين، ومن جيل كان محترم من الجمهور ومن السميعه. عشرت مين كده مع مصطفى؟ انت طلعت شفته قاعد مع مين بيشتغل؟ مطبخ، عمل، مين؟ كل مطربين مصر يعني، الأستاذ محمد فؤاد، خالد عجاج، إيهاب توفيق، الأستاذ هاني شاكر، أنا كل مصر شفتها عند مصطفى في مكتبه. وبصراحة الناس دي حببتني في الشغلانة، وهم دول اللي خلوني بقى نفسي أبقى مطرب وأبقى نجم عشان أبقى زي الناس دي. للأسف اللي حاصل دلوقتي ما بقتش بفتخر بال ايه الانفلات، ايه اللي انت قلتها لي من شويه دي؟ انفلات فني. انت فكرتني بحاجات العامل الوراثي ثابت، عارف في بعض الفنانين كده ما بقعد مع مصطفى يقول لي بص الواد ده نكته سخيفه في زمن كئيب، عنده مفردات شاعر بقى، عارف بيلعب لا، ما هو ده بالكلام ازاي. بيطلع حاجات مش عارف بيجيبها منين بصراحة. مش عارف فعلا، بس فعلا الانفلات ده يخلي اللي عايز يغني حاجه محترمه ما يلاقيش مكان يا احمد. لا لا، بقول لك رجعت ورا. ما هو طب هعمل ايه؟ قول لي. انا يعني مش عايز اسامي اغاني عشان ما بقاش بجرح في حد بصرف او النظر، بس الحاجات كلها باينه، يا اما خضروات يا اما فواكه يا اما حشيش يا بالظبط. اما في ايه تاني، في في خمور. ستيلا، في ستيلا، يعني وفي اصلا ماشيه بالتوازي مع الحاجات في دي. حاجات كتير. تمام. مش هقدر احمد اروح للحته دي. لو احمد كامل قبل يروح للحته دي مش هينفع عشان مصطفى طب كامل. سمعت الاغنيه الاخيره دي ما لطشتش معاك بتاعت هتيبوسه يا بت؟ طبعا مالي، طبعا طبعا. لسه سامعها على دي جي لا، كده. وفي غنوة عجباني اول ايام دي بقى، ها سمكة على بلطية اه ما هي عجباني. دي رنة جبناها في اول حلقة مع ادور، ايوه فحبوا يشبهوا الحكاية، بس انت تنكر ان الاغنية الشعبية متوغلة مع الصفوة؟ يعني الصفوة عندهم سي دي في كده. طبعا. طبعا بقت كل الناس، كل المجتمعات وكل الفئات دلوقتي. ده الغريب، ده اللي بيحزنني يعني. لما كان جزء كده معروف بتاع الناس دي كان ماشي، كان مفيش طب مشاكل. هي مصر القديمة دي، المنطقة الجميلة اللي انتوا نشأتوا فيها انت ومصطفى ومحمد والحاجة اللي ببعت لي، كان عارف انت اكيد بتتفرجي، والمفاجأة ان انا عرفت انك مش بتفوتي حلقة يعني، فانا ببوس ايديكي على الهوا يعني، وصفك وصف الله كل يخليك. امهاتنا يعني. البيت ده مع الحالة دي بتوديك انت كواحد فنان، او ودت مصطفى فين ريحة عراقة المنطقة الشعبية دي؟ خليتك يعني تعالى نتكلم في مصطفى لأن هو الأساس. عارف ازاي يجيب مواضيع من قلب الشارع، حاجات حاصلة. وهي دي اللي خلت مصطفى يبقى ملتزم في حتة ان هو ما ينفعش في حاجات ما ينفعش يعملها. فبالتالي انا كمان طلعت في حاجات ما ينفعش اعملها. هي دي مصر لا دي القديمة. خلت كمان في ثقة في حتة كمان، إنه ينفع يبقى عضو مجلس إدارة نقابة موسيقيين، يعني الناس تثق فيه إن تنتخبه. عايز أروح معاك لحاجة كده، أنت ليك أوبريت اسمه حكاية مع أسامي محترمة، كنت عاملينه لمكافحة الإدمان دي من أنت والفنان إيهاب توفيق، ومن الحاجات اللي أضافت لي كتير. فنان مصطفى كامل، نقول أساميهم برضو. فنان إيهاب توفيق، فنان هاني شاكر،
سوما، وبشرى سمية قصدي، وسومة. وبشرى، محمود الليثي، مجد القاسم. طب ناخد جزء منها كده وانت بتغنيها. طيب يلا بينا على اوبريت حكايه. وابوه غير اكتر انسان حبوه، لما انا وانت يا صاحبي انتوه، الناس دي هتسند على مين؟ ربنا ما خلقناش نعصاه، لا في انجيل ولا في التوراه، هات قرانك هات واقراه، قول يا رب وقول يا معين. بص يا احمد، انا اقول لك على حاجه عشان نبقى متفقين كده. الاغاني دي تعمل تاريخ، يعني واحد كده زي العبد الله الغلبان الفقير اللي قاعد قدامك ده، ممكن لو طبل زي برامج يا مطبل لي، يلاقي اماكن تاخده بفلوس كبيره قوي وتعرض عليه. بس الحقيقه انك تشتغلها بما يرضي الله قوي، او انك تعمل اوبريت او اعمالك تبقى مصنفه كده، طب اكل العيش يجي ازاي؟ فهمني المعادله دي. طب عايز اقول لك حاجه، يعني الاول ما بحبش الفلوس. بس تجيب العيش يعني تجيب البنزين لا اللي نمشي بيجي بيه يعني. موجود، موجود تمام البنزين وموجود وباكل تمام وبشرب، لكن ما بسعاش ان انا يبقى عندي ملايين تبقى غني كتيره. يعني. لا لا، مش خالص، مش هو ده حلمي. زي ما بقول لك والله يا احمد بجد، انا يعني شوف، انا بقالي كتير ما نزلتش حاجه، يعني يمكن اخر حاجه كانت ازيك حبيبي دي بعد البوم يمكن بسنتين ولا حاجه، ومع ذلك لحد النهارده بمشي في الشارع بشوف ناس بتحبني. لو دخلت على النت تلاقي كومنتات محترمه. مجرد ما احنا قلنا انك معانا، انا جالي حاجات عندي على الوول كتير قوي. الحمد لله.